اذا السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم مش معكم ولا تك، اليوم معكم مراد بركة، ولكن يعيطوا لي في عنا بانونو. برانسيب لو 30 شهر هذايا لاشين مراد تك راح تحبس، ما بقاش لو بيرو. انا اي انسان يحب بروفيت يجي عنده حاجه يديها من عندي مرحبا به، يعني في البيض هدية. لا علينا، هذا ماهوش السوجي تاع اليوم. السوجي تاعنا اليوم هو يعني خيرت اخر حاجه، يعني اخر موضوع نقدر نحكي فيه ونقدر نعاون فيه، اللي هو الحرقه. استنتجت انا من خلال 2014 وانا ندير في لي فيديو ونتلقى في السبان في الشتيمه في الكلام العيب، استنتجت حاجه حب نعرف بركه وعلاه حبيت نعرف وعلاه الناس تحرق الحرقه هذه وعلاه البوطي هذا. حسب شفت انايا وحسب استنتجت من 2014 لدركا استعاودتها بولا ثوازيام فوا، انه اللي يجوني كل عندهم سوار في الجيري نورمال. كاين الزوالي، كاين اللي عنده بزاف، كاين اللي ما عندوش خلاص بس قادر يفكر، لكن التعب هذاك والجهد هذاك قاعد يتعب فيه باش يروح يعاني. يعني اغلبيه الحراقه حيحرقوا وقاعدين يتعبوا باش يجيبوا حق الحرقه، ويتعبوا باش يجيبوا لي زافير باش يحرقوا، بانه حاجه غير قانونيه هذه عاقب عليها القانون، وهكذاك يديروا فيها وعلى بالهم بلي رايحين لبلاصه وما رايحين يسفريو. عقبت 55 يوم لا ديرنيغ فوا انايا في مارسي فرانكفورت، وين يا ربي تاني على بالك نسيت، مدريد، نيم، بارتو، يعني درت لوروب، ميلانو، شفت الحراقه قاعدين يعانيو، وانا قاعدين يعانيو باش يجيبوا لي بابيي باش يعودوا لتم بالبيان. المستوى المعيشي في الجزائر للاسف متدني. كاينه حاجه اخرى تاني استنتجتها وشفتها من 2014 لدركا، اللي هي المعرفه. حاجه تاني استنتجتها وسمعتها بزاف، اللي هي اشري فيزا، بيع فيزا. وش حاجه اخرى تاني، اشري دوسي، بيع دوسي، در هذيك دير هذيك، هادو كل امور غير قانونيه لكن قاعدين يديروا فيها. وعلاه قاعدين يديروا فيها ما فهمتش. كل انسان وقصته، كل انسان وحكايته. الحرقه هدية كي شفت انا في اوروبا صح هي معاناه، لكن انا تولي اليز. انا كي مشيت في مارسي واحد ما ديرونجاني، مشيت في نيم فرانكفورت مارغريت واحد ما خسر معايا. نمشي في الطريق في عنابه نمشي 1 كيلومتر سي بون، نروح للدار نرقد خير. تالمو نسمع ما لا يرضيني بارفو، ندخل اليوتيوب نلقى لي كومونتير كيف كيف، يعني ما لا يرضيني. هذا اخر فيديو نقول لكم، حتى الهضره هربت لي. هذا اخر فيديو من عند مراد تك. كاينين فيديوهات جدد بصح ماهمش في السوجي اللي كنت نخدم فيه قبل. واش غنقول؟ ربي يهدينا وربي يصلحنا الكل. والسوجي تاع الحرقه هذا يبقى ديما يطرح والاسباب تبقى ديما مجهوله، لانه كل انسان كيف عاش، كل انسان وين دخل، كل انسان واش من انفيرونمون عاش فيها. سبور ساك تراكي مع هدايا. لا علينا، هلا لي في راحكم، وستنى الفيديو الجاي. باي باي.